15 مليون باوند في ظل بقى 206 مليون باوند دفعها نادي ليفربول مع براندون روجرز بقى مع تقارير مهمه في عام 2012. امامنا هنا اللاعب سكيرتن واقع في ارض الملعب، لكن يعني امامنا هو التحام قوي وسقوط في جاستين. امامنا لاعب قوي جدا، لاعب قوي جدا، شوف سقوط، سقوط خاطئ هنا، لكن هو بيتحرك الحمد لله، بيتحرك اللاعب سكيرتل امامنا هو مارتن سكيرتل. القوه الضاربه في دفاع فريق نادي قد يرجح ان عوده ليفربول الى النتائج والى الاداء المميز في الفتره الاخيره الى الاداء